الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الأخيرة: أقوال العلماء يستدل لها لا بها. أقوال العلماء يستدل لها لا بها، فلا يجوز لك أن تجعل قول العالم حجة في ذاته، لأن أقوالهم إنما توصف بأنه حجة إذا كان مستندها الشرعي صحيحا، وإلا فالمتقرر أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. فالحجة الذاتية إنما هي في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة من أقوال العلماء قبلناه وأخذنا به، وما خالفها رددناه لأنه خالفها. فميزان معرفة المقبول من المردود من أقوال العلماء إنما هو موافقة الكتاب والسنة من عدم موافقتها.